أكد البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار في نهاية شهر يناير من عام 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن مصر وأرمينيا يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات البناءة والتعاون في دعم تطلعات الشعبين المصرية والأرمينية، ذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الأرميني وبحضور رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. وأضاف وزير التجارة أنه من المستهدف أن يسهم المنتدى في تبادل الخبرات لتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية. وللمزيد من التفاصيل حول منتدى الأعمال المصري الأرميني تطلعنا عليها زميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية نتابع معكم من مقر الاتحاد العام للغرف التجارية فعاليات ملتقى الأعمال المصري الأرميني، والذي انتهى منذ قليل بحضور رئيس وزراء جمهورية أرمينيا في خلال زيارته إلى مصر. هذا الملتقى الذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في ظل علاقات تاريخية ممتدة على مدار سنوات طويلة. خلال الملتقى الأعمال تم تناول عدد من الموضوعات، منها الطفرة التنموية التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية، وأيضا ما تم من إجراءات تشريعية وأيضا تعديلات دستورية أتاحت فرص كبيرة للنمو الاستثماري وأيضا لجذب عدد كبير من المستثمرين إلى مصر، أيضا ما تحقق من نمو اقتصادي خلال السنوات الماضية. أيضا تم الحديث عن أهمية وجود تعاون مشترك بين البلدين في عدد من المشروعات، فمصر بها عدد كبير من المناطق الحرة والاستثمارية التي تتيح وجود مشروعات مشتركة بين البلدين، وأيضا باعتبار مصر سوق مفتوح كبير لعدد كبير من المستهلكين، ما تحدث عن أكثر من 100 مليون مواطن، وأيضا الحديث عن أن مصر بوابة للقارة الأفريقية وأيضا للمنطقة العربية بشكل عام. أيضا في من قطاع آخر أيضا ومن منطلق آخر أكد عدد من المسؤولين من الجانب المصري أنه بيتم العمل على الوصول لشكل نهائي في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، وأيضا تم التأكيد على وجود وفد استثماري وتجاري لزيارة دولة أرمينيا. كانت هذه أهم التفاصيل، أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. وفي سوق المال ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.79 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة تقدر ب 41% ليغلق عند مستوى 30668 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 14% ليغلق عند مستوى 7455 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبه 9% ليغلق عند مستوى 10535 نقطه. أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية التعاون المستمر مع لجنة الطاقة والبيئة في إبراز ما نعمل عليه معا في حوار مفتوح ومستمر حول العمل والتحديات ودفع جهود زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي. وأضاف الملا خلال انعقاد اللجنة بموقع حقل ظهر ببورسعيد أن هذا الانعقاد والجولة التفقدية للحقل هي متابعة ميدانية على أرض الطبيعة لجهود زيادة العمل والإنتاج بمواقع صناعة البترول، مما يثري عمل اللجنة ويدعم هذه الجهود وتذليل التحديات التي قد تطرأ.